بنتقل هلا لنبيل صالحاني، رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. صباح الخير استاذ نبيل. بونجور، يعطيكم العافية. لكم يعطيكم العافية، لكم فردا فردا الله يقويكم ويحميكم. شكرا على تعبكم الدائم 24 ساعة على 24. أكيد رح نبلش بالحديث عن وين بعد في حرائق. بالحقيقة الحرائق كانت كثيرة بال24 ساعة اللي مرقت، هلا بعد في شوية جيوب عم يتعاملوا معها بعدة مناطق، وأهم شيء وقت سمعتوا امبارح عن حرائق اللي صارت في منطقة بيت مري مونتي فيردي. كان في عندنا 66 مهمة لإطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية، مثل أغلبيتها كانت حرائق بالأعشاب والأشجار. هلا أكيد كان في من ضمنها حرائق السيارات والمنازل، الأغلبية بس مثل ما قلنا للأعشاب. وهون دائما عم نحذر المواطنين يعني بدهم شوي ينتبهوا، حتى إنه يراقبوا هالأحراش إذا هن أكيد عم يشوفوا أي شيء بأول، يعني بأول هالدخان بأوله، الاتصال بالدفاع المدني نقدر نعالج الموضوع قبل ما يقوى الناس. نعم، من ضمن العمليات كمان كان في 8 مهمات للاسعاف للتدخل بحوادث السير ونقل للمرضى، ومهمه واحده للخدمات والسلامه العامه. يعني ما كان مجموعهم 75 مهمه خلال 24 ساعه اللي مرقت. لا اكيد بس مشان العدد تيفهم المواطنين انه كانت الاعداد كبيره، بس نحن مثلا بيت مري بنعده حريق واحد، من ضمنه في حرائق كثير كانت متشعبه. نتمنى للجميع السلامة والوقاية من الوباء كمان اللي ما لازم ينسوه، ويتذكروا رقم 125 لطلب أي مساعدة، وإن شاء الله ما يعوزوا. وشكرا لكم. شكرا لك كمان استاذ نبيل ولكل عناصر الدفاع المدني. بنتابع